سندوتش الايس كريم او ايس كريم سندوتش بطريقة سهلة وسريعة جدا. هنحتاج كوباية من الكريم الخام بدون سكر، وهنضيف عليها ربع كوباية من السكر، ونص كوباية من المية المتلجة، عليها مكعبين من التلج، وهنقلب المكونات دي بالمعلقة الاول، بعد كده نخفقهم بالمضرب الكهربائي. احنا محتاجين قوام الكريمة يكون تقيل جدا، يعني اتقل من كريمة التورتات والجاتوهات، زي كده بالظبط. بعد كده هنضيف عليها معلقة من الفرماسيه البني او فرماسيه الشوكولاتة، ومعلقة من الفرماسيه الالوان، وممكن كمان نضيف شوكولاتة شيبس. الاضافات دي اختيارية جدا. بعد كده نقلبهم مع بعض، وهنجيب اي حاجة زي كده سواء مربعة او مستطيلة، وهنفتح كيس ثلاجة وندخله جواها بالشكل ده. بعد كده نرص البسكويت، والرسمة بتاعة البسكويت بتكون لتحت. رص البسكويت بالعرض او بالطول، اهم حاجة ما يكونش فيه اي فراغات خالص، وممكن نستخدم علبة بلاستيك سواء مستطيلة او مربعة. انا رصيت كده كل البسكويت، فاضل جزء صغير فاضي كده، هكسر له حتة بسكويت مربعة واحطها فيه بالشكل ده. بعد كده هفضي الكريمة كلها اللي عملتها على البسكويت بالشكل ده، وهساوي سطح الكريمة على قد ما اقدر. بعد كده هرص طبقة البسكويت اللي فوق بنفس ترتيب الرصة اللي تحت، وبرضو الرسمة الفوق، يعني رسمة البسكويت هي اللي بتكون ظاهرة من فوق وظاهرة من تحت. بس كده هجيب كيس تلاجة وهحطه عليها من فوق، وهدخله الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات. لازم يجمد كويس جدا زي الايس كريم. وده شكله بعد ما خرج من الفريزر، هنطلعه من القالب بالشكل ده، شايفين متماسك جدا. وهنشيل الكيس من الجوانب من على الايس كريم بالشكل ده، بعد كده نقطعه بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده، كل بسكوتاية لوحدها او كل سندوتش ايس كريم لوحده زي ما انتوا شايفين كده. بس كده وصفة لذيذة جدا، وكمان سهلة وسريعة جدا، وكمان مكوناتها قليلة جدا ومش مكلفة خالص. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.